لان في طلبه كتير شفتهم ان ممكن الطالب يبقى مذاكر كويس وبعدين يخش الامتحان وهو بفكره انه انه مذاكر كويس، لكن اول ما دخل على باب الامتحان بدا يتوتر، بدا يخاف، بدا يحس برعشه. هنا العقل العاطفي بدا يشتعل، وطالما بدا يشتعل بيخلي كل حته فيك تترعش، بتلاقي حاجه اسمها الادرينالين تبدا تطلع في جسمك، تضخ قنابل ذريه في عضلاتك، تحس عضلاتك جسمك كله ما انتش مش متزن. ولما تخش بالعقل ده، هذا العقل ما عندوش معلومات، العقل ده فقط يدافع، عنده طاقه بس. ولما تطلع من الامتحان تفتكر كل حاجه تاني من اول وجديد، بس خلاص. ايه اللي حصل قبل ما تخش الامتحان؟ عشان العقل التحليلي هو اللي اشتغل، لان ده اللي فيه معلومات. قبل ما تخش على طول ركز على تنفسك، خد نفس عميق وطلع زفير شويه شويه، وانت بتطلع زفير قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. العقل البشري بيبني على اخر تجربه، وبيتغذى على الكنز على الاكسجين، حلال اكسجين واخر تجربه الحمد لله. واول ما تخش اكتب اسمك، اي حاجه تعرفها، وبعدين دور على اي سؤال تعرف اكتبه، هتلاقي العقل التحليلي يبدا يطلع معلومات تاني من الاول دي. لكن ناس بتخش خايفه، فبيخلي العقل العاطفي ده ما فيهوش معلومات، ده فيه يهجم او يهرب بس، فايت اور فلايت. في حياتنا نفس الشيء، مثلا حد يروح عشان خاطر مقابله عشان ياخد شغلانه جديده ومجهز نفسه، واول ما يروح هناك يبدا يخاف. مجرد ما يخاف العقل العاطفي يشتعل، مش فاكر حاجه، مش عارف يقول كلمتين على بعض. لكن لو ركز على تنفسه والمخ بيتغذى على الاكسجين، وتحس ان كل حته فيك بدات تتزن وتتكل على الله سبحانه وتعالى، ولما تخش تركز على حاجه تعرفها كويس جدا، العقل التحليلي هتلاقيه عاديه جدا باستمرار.